وصفة سيئة والعياذ بالله. يعني شو احنا ملائكة؟ احنا بشر. وماتت العصمة بموت الأنبياء وماتت العصمة بموت سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى العصمة، عصمة الأنبياء أو الرسل، هي حفظ الله للنبي من الذنب مع استحالة وقوعه منه. احنا مش أنبياء ولا ايش ملائكة، احنا بنغلط. إذا في عندي صفة سيئة خليني احاول هاي الصفه لما انا بدي اطلع، مثلا يمكن عندي صفه اني بكذب كذاب، وهاي مصيبه لو هو كذاب يروح بهج وبيضل هاي الصفه بتضل معلقه فيه، هاي بتكون لوثه، يعني زي شيء مش منيح، لوثه في الصدر او علقه قد تعلقت بذلك الصدر الذي لم ينشرح حتى بالحج لان فيه كذب. فاخواننا صفه معينه بدك واحد بدخل لما بيوصل هناك ان شاء الله للحج، طبعا في ناس كثير بتاذوا من السيجاره، واحد بدخن، مش قاعد حد واحد بدخن ومدمن على الدخان، بيوصل هناك يرمي من هون، والله شايفين شو معنى القصد او النيه، حج معناه القصد او النيه، يعني يرمي من هون ان انا بصل لهناك وهو ساجد هناك ان شاء الله بعد ما يحرم ويصلي ركعتين الدخول في الاحرام. في بعد ما يحرم الانسان بده يدخل يصلي ركعتين نيه الاحرام هو ساجد يقول اللهم يا الله انصرني على نفسي واعني على ترك الدخان. واذا له طبعا مطالب ثانيه من بدايه الحج، نيه عقد نيه الحج اول الاحرام، يبدا يدعي ان شاء الله، ونسال الله ربنا عز وجل يستجيب له. طيب اذا على ديون، شو المقصود بالديون؟ الديون يعني راح مثلا مديون لشخص والشخص قال له طيب تجيب لي مصريات بشهر 9، انا اتفقت معك من السنه اللي لبدت انه تدفع المصاري وانت بشهر 9، هو مسجل على